دون خسائر بشرية، انفصال 6 عربات من قطار 82 في أسيوط. خليكم معانا نشوف الخبر. ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. أعلنت محافظة أسيوط عن انفصال 6 عربات من القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى محافظة أسوان اليوم الجمعة أثناء سيره عند قرية منقباد دون إصابات أو خسائر بشرية. كانت محافظة أسيوط قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث بانفصال 6 عربات من القطار رقم 82 متجه من القاهرة إلى أسوان أثناء سيره عند قرية المنقباد التابعة لمركز أسيوط في 6:30 صباحا. انتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام ساعد أسيوط وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف وقوات الشرطة واستدعى جرارا من محطة أسيوط وسحب العربات المنفصلة وتوصيلها بالقطار المذكور دون وقوع أي خسائر بشرية. وقال الطيبي أن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة ولم يتجاوز معدل التأخير عن 1 ساعة وحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي أحداث متشابهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.